السلام عليكم جميعا. درس جديد لشرح أدوات الأرت والبوكس. في هذا الفيديو موجود شرح لجميع أدوات صندوق الجيو كودينج أو التكويد الجغرافي. موجود داخل صندوق أدوات الجيو كودينج الأدوات التالية. راح نتعرف على ما المقصود بهذا صندوق الأدوات، ومن ثم شرح جميع أدوات الخاصة بالجيو كودينج تولز. طبعا الشرح راح يكون من خلال موقع JS4W. مروا على أي متصفح، نكتب gis4w.com. طبعا هاي الصفحة الرئيسية لهذا الموقع. بالمناسبة هذا الموقع مهم جدا لكل شخص مهتم في نظم المعلومات الجغرافية، لأنه موجود قسم خاص في الدورات المجانية مستوى مبتدئ ومتوسط متقدم على برامج الـ RGS، بالإضافة إلى تنزيل برامج مثل الـ RGS والاوتوكاد والكيو جي اس والجلوبال مابر والسيفل 3D. كذلك موجود قسم خاص في الارك تول بوكس لشرح جميع ادوات التول بوكس ومقالات في نظم المعلومات الجغرافية مهمة جدا. كذلك موجود عندنا قسم في المعلومات الجغرافية. ولفهم شرح صندوق ادوات الجيو كودينج بنروح احنا على الارك ماب، نضغط على هذا الصندوق، نعمل رايت كليك وبروبرتيز، نعمل نسخ للاسم. بعدها بنروح على أيقونة البحث ومنكتب البحث جيو كودينج تولز. بيظهر عنا عدة خيارات، احنا بنختار الخيار المطلوب اللي هو، واحنا بنختار الخيار المطلوب نكتب عرض المزيد. هاي في عنا صندوق أدوات التكويد الجغرافي، ندخل على هذا المقال. موجود فيه نظرة عامة عن هذا الصندوق لشو احنا بنقدر نستخدمه وشو الفايدة منه. طبعا التكويد الجغرافي هو عملية تعيين الموقع عادة على شكل قيم احداثيات. يعني احنا الموقع دائما من خلال احداثيات، لكن من خلال صندوق جيو كودينج بيتم تعيين المواقع من خلال الاتريبيوت تيبل، طبعا عن طريق الادوات. وايضا نستفيد من الادوات هاي في انشاء محددات المواقع والصيانة والتعديل عليها والحصول على عناوين مواقع النقط. لذلك يساعد هذا أدوات التكويد الجغرافي على أدوات بتساعدنا في إنجاز جميع المهام التي تم ذكرها للاستفادة من صندوق أدوات الجيو كودينج. طبعا من خلال هذا المقال احنا بنقدر نقرأ وصف لجميع الأدوات، فهيك احنا بناخذ فكرة عن هذه الأدوات. أيضا أعزائي المشاهدين والمتابعين، موجود عندنا جدول اكسل فيه اسم ومسار جميع ادوات الجيو كودينج تولز، بالاضافة لوصف الاداة. موجود عندنا اسم الاداة باللون الاحمر. مثلا لو قمنا بقراءة اول اداة اللي هي انشاء محدد العنوان، يمكن استخدام محدد موقع العنوان للعثور على موقع العنوان او الترميز جدول العناوين جغرافيا. يعني احنا من خلال هذه الاداة بنقوم بانشاء مواقع للفيتشر الموجودة عندنا داخل الطبقات للحصول على عنوان موقع النقطة، بدل الوصول الى عنوان النقطة من خلال الاكس والواي يعني من خلال احداثياتها، لا احنا بنقوم من الحصول على عنوان اي نقطة من خلال جدول البيانات ومن خلال آلية معينة داخل هاي الاداة. طبعا هذا جدول الاكسل، اي شخص يرغب بالحصول على هذا الجدول يكتب تعليق في اسفل هذا الفيديو وسيتم ارسال رابط من خلاله يتم تنزيل هذا الجدول. اما بالنسبه لشرح الادوات، الافضل قبل شرح الادوات لو رحنا على الصفحه الرئيسيه من هذا الموقع، رحنا على البحث، لو كتبنا مقدمه المرحله الثانيه، في عندنا موضوع او مقال معين لو دخلنا عليه موجود بداخله ملاحظات. هذه الملاحظات هي عبارة عن كلمات تم تحويلها من اللغة الإنجليزية كما مستخدمة في برنامج الـ RGS، حولناها للغة العربية لتسهيل فهم هذه المصطلحات. الأفضل قراءة هذه الملاحظات، يعني مثلا وين بنشوف احنا كلمة معلم أو ميزات مقصود فيها الفيتشر يعني ظواهر جغرافية، والفيتشر كلاس اللي هي فئة الميزة أو فئة المعلم، وايضا الطبقة داخل قاعدة البيانات بيكون اسمها feature class او لوحدها بيكون اسمها shape file. اما المقصود بالسمة او السمات يعني جدول البيانات الـ attribute table. كلمة النقطية او البيانات النقطية يعني raster data، وكلمة البيانات المتجهة يعني vector data، واي نوع من البيانات بتم اضافتها داخل جدول المحتويات table of content
بكون اسمها هذا البيان أو هذه البيانات بكون اسمها layer طبقة. إذا ننتقل إلى شرح الأدوات جميع المدخلات المطلوبة. نأخذ إحنا مثال، لو رحنا على أول أداة ودخلنا على هذه الأداة ورحنا عملنا كوبي لاسم الأداة، نرجع على موقع JS4V على أداة البحث، نلصق اسم الأداة، نضغط على انتر. عندنا الأداة اسمها إنشاء عنوان محدد، بنضغط على هذا المقال بيظهر عندنا شرح كامل وواضح جدا عن استخدام هاي الأداة. طبعا موجود عندنا صورة عن الأداة، كذلك مسار الوصول إلى الأداة وأيضا الوصف. يعني إحنا لو رحنا رجعنا على الأرك ماب، في عندنا وصف أو عندنا نص، في موجود عندنا نص في هذه الأداة باللغة الإنجليزية، تم ترجمته في هذا الموقع باللغة العربية. مجرد قراءة هذا الوصف يتم التعرف على هذه الأداة. كذلك المدخلات المطلوبة، يعني في عندنا إحنا 6 مدخلات في هذه الأداة. أي مدخل مثلا، في عندنا المدخل مثلا، في عندنا مدخل الخاص بالفيلد ماب، موجود عندنا نص في هذا الشرح الخاص في المدخل فيلد ماب. برجع على الموقع وبنزل مكان الشرح، هاي في عندنا الفيلد ماب، بقرأ عن شرح هذا المدخل، وانا هيك اخذت فكرة عن هذا المدخل. وفي حال كان في مشكلة او عدم وضوح في الشرح من خلال هذا المقال او اي مقال موجود فيه شرح للادوات، ننزل اسفل المقال موجود عندنا تعليقات، بنقوم بكتابة وصف لاي مدخل غير واضح وسيتم الرد وشرح المدخل المطلوب. وايضا بنفس الطريقة احنا بنقدر نستعلم عن اي اداة موجودة داخل الارك تول بوكس. مثلا روحنا على اداة اكسل تو تيبل، بقوم بنسخ اسم الأداة كنترول سي، نرجع على الموقع على أداة البحث، نرجع على الموقع على أداة البحث ونلصق اسم الأداة، يظهر عندنا النتائج. بدخل على المقال الخاص في الإكسل تو تيبل، موجود عندنا أداة التنقل السريع، في عندنا إكسل تو تيبل وفي عندنا تيبل تو إكسل. أنا مطلوب مني أعرف شو المقصود بالإكسل تو تيبل، بضغط عليها بنقول على وصف هاي الأداة. موجود عندنا 3 معاملات وفي عندنا وصف شو المقصود بالأداة، يعني أداة تقوم بتحويل ملفات الإكسل إلى جداول تيبل، وهي موجودة عندنا إحنا 3 مدخلات. إذا بهاي الطريقة ومن خلال موقع JS4V أنا هيك قدرت أفهم شو المقصود بطريقة استخدام أي أداة موجودة في الأرك تول بوكس. بتمنى من الجميع إنه أخذ فكرة عن استخدام هذا الموقع لفهم أي أداة موجودة عندنا في الـ ArcGIS. وشكرا على المتابعة والسلام عليكم.